وصفتنا لليوم اكلير محشي بكريمة التوت. في قدر على نار متوسطة راح نضيف كوب موية وننزل عليها الزبدة. الزبدة هنا مقطعة بدرجة حرارة الغرفة. راح نقلب الزبدة إلى ما تذوب معانا وتصل لمرحلة الغليان. راح استخدم في هذه الوصفة طحين البيكر المتعدد الاستخدامات للحلويات والكيك وجميع أنواع المخبوزات. وحبيت مرة الباكجينج إنه ضد الموية وكمان مناسب للتخزين. راح نضيف كوب من الطحين وننخله ونفضل نقلبه إلى ما نحصل على عجينة متماسكة وطرية بهذا القوام. راح ننزل الخليط في العجانة وراح نضيف 3 بيضات. نقطة جدا مهمة، البيض راح نضيفه بالتدريج حبة ورا حبة. راح نضيف الخليط في كيس الحلويات ونشكلها بالطريقة هذه في صينية مغطى بورق الخبز، ولا تنسوا تقطعوا الأطراف بالمقص عشان تكون معانا مرتبة. وآخر شي نرش عليها سكر بودرة وندخلها الفرن على حرارة 180 من 35 إلى 40 دقيقة. في هذه الأثناء راح نجهز الحشوة أو خلطة كريمة التوت. هنا عندي جبن كريمي راح نخلطه إلى ما يذوب، بعد كذا نضيف له السكر البودرة والفانيلا والتوت الأحمر. تقدروا تضيفوا أي نوع توت أنتوا تفضلوا. بالنسبة للحشوة ممكن تحشوا بها الإكلير أو ممكن تزينوا بها من فوق، وحبيت كمان أضيف عليها توت فريش وزينتها بأوراق نعناع، وآخر شيء رشيت عليها سكر بودرة وتتقدم. ضروري تجربوا الوصفة، مرة لذيذة ومنعشة، وبالعافية عليكم.